السلام عليكم، كيراكم الدايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. الحمد لله اخوتي، جيسبر ديتوا لا دوز تاعكم تاع الماء تاع اليوم ولا دوز تاعكم تاع الماكله تاع اليوم. واليوم جينا نعطيكم لا دوز تاعكم تاع المعلومات ولا تاع القصص ولا تاع قادو ميلود اون جينيرال. فوالا، باسكو كل حاجه عندها وقتها. جيب التبنج تاعكم، هذا شحال ما قلناها لكمش، انستالي ماكله قدامك شويه ما وخلونا نبدو. واليوم جينا نهضروا على واحد السوجي حساس، شغل واحد السوجي اللي قال الناس بالك عندها مشاكل مع هذا السوجي، اللي هو الدراهم، المال كيفاش تدير. قبل ما نبدو في القصه تاعنا تاع اليوم خوتي، بغينا نقول لكم باللي لا بوتيك تاع اونبرينت راها مازالها محلوله. الا راكم باغيين تشرو الاونبرينت تاعكم ومازال ما شريتو، ولا شريتو لك حل باغي الابيض، ولا شريتو الابيض باغي لك حل، ادخلوا تحت في الديسكريبسيون ولا في اول كومونتير تلقوا اللين وشرو التريكو تاعكم يوصلكم في اي ولايه راكم تسكنوا فيها. كما قلنا لكم سورتو في هذا المومون تاع الدخول المدرسي، ماذا بينا تدعمونا في البروجي تاعنا ونلقوا اونبرينت بارتو في المدارس، في لي ليسي، في الجامعات يدوروا بهم. دونك صافي بليزير لينا، وتدعموا ونتعاونونا باش نزيدو نكملو البروجي تاعنا. هو ماشي قادو ميلو ديروا بروجي ما تدعموهمش، تروحوا تدعموه تاع تيك توك، فهمناش؟ راكم تدعموه تاع تيك توك، قادو ميلو ديروا بروجي شباب ما تدعموهمش. هذه خوتي كانت ماشي انا، واحد قالها لهم، شو الراي تاع واحد جا قالها لكم وعاود راح. اليوم خوتي غادي نحكوا على زوج تاعنا، زوج صحاب، شو كيما قادو ميلو شويه شواله في بلاصه ما داروا حكايات، ولاو يطبعوا دراهم، ولاو اكثر واكبر لي ترافيكو تاع دراهم في التاريخ. كانوا يترافيكو دراهم شاولة تاع بصح. كيفاش داروا خوتي؟ تبعوا معنا ليستوار فري شابه بزاف بمثابه فيلم تاع نتفليكس. نبغي نقول هذه الكلمه مين تكون تستاهل اليوم خوتي، فري تستاهل قصة تاع نتفليكس. دونك خاوتي ما تنساوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاين ايطاب مهمه لا نقولوها في كل فيديو، كثروا لي جام خاوتي. كل انسان راه يتفرج يدير جام، باسكو فهمتها لكم مليار خطره خاوتي، الالغوريتم تاع يوتيوب تبدل كي تكثر لي جام فيديو تخرج لكاع الناس، وحنا هذاك هو لو بي، تشوفونا من الاردن، من السعوديه، من كل بلاصه. فوالا خوتي، ماذا بكم تكملوا لا فيديو حتى لافان لانه مهم بزاف لينا، وخلوا كومونتير. نبدو يلا بينا. في فيلادلفيا 1897، زوج شباب يخدموا في محل تاع طباعه او امبريمري، شغل وين ما يطبعوا الكتوبه الحفايس، راكم فاهمين خوتي، يطبعوا كاع اي عفسه تنطبع، لي زافيش اللي تعلقوا برا اي عفسه. سموهم بالدوين بريدال عنده 23 عام وارثور تايلور عنده 26 عام، وكانوا في المجال تاعهم من بين الافضل في كاع التراب الامريكي. زوج مخاخ ولا عباقره تاع الطباعه، مالغري جامي ما قراو في حياتهم، جامي ما دخلوا للمدرسه. وعلى مشي باسكو كانوا مشي انتيليجون ولا لا، على خاطش كانوا فقراء من عائلة فقيرة بزاف. أما لا، بداو يخدموا من اللي كانوا صغار، من اللي كانوا مينور، فري صغار بزاف، كانوا فري جون بزاف. ولكن قا حاكا والفقر تاعهم، مع ذلك بالموهبة تاعهم نجموا يكونوا أكبر زوج شخصيات زوروا دراهم في التاريخ وداروا الملايين بالتزوير. بالدوين كان موهوب في الميكانيك، وصاحبه آرثور كان عنده موهبة كبيرة في الرسم. بالدوين كان شغل جي ديناميك، يبغي يتحرك ما يخافش، يبغي يهضر بزاف يقرقجك. صاحبه آرثور العكس، كان كالم وخواف، ثقيل رزين، يهضر غير شويه شاول المعنى كبير. راكم فاهمين خوتي ستيل كي داير، جايك شغل زوج صحاب بصح متعاكسين، البلوس مع الموا. كانوا يخدموا نورمال في الطباعه هذيك، ماشي تاعهم، كانوا يخدموا عند واحد، كانوا يخدموا عادي. ولكن كان واحد السيد اللي كان غادي يدخل في حياتهم، وما كانش على بالهم بلي هذا الانسان غادي يبدل لهم حياتهم راسا على عاقب. حياتي وانا كنت نحلم نقول هذه الكلمه، راسا على عاقب. والسيد اللي كان غادي يدخل في حياتهم هو ويليام جاكوبز. هاد السيد كان عنده كوميرس كبير تاع لي سيجار، ولكن عند الشرطه كان معروف بلي هذا اسكرو كبير وخبيط كبير، كان عنده دراهم ما يكملوش. وغير سمع بيهم ديريكت كونتاكت تاعهم، قالوا وي، عرضهم عشاء باش يقصروا باش يدير معاهم عفسه، باسكو يموت على هاد الصوالح. في الاول طلب منهم انه يخدموا في رحبه عفسه اللي هي لي تامبر. لازم تعرفوا خاوتي بلي لي تامبر من اصعب الصوالح في العالم اللي تزورهم، ما تنجمش تزور تامبر، سورتو خاوتي في هذاك الوقت كانت صعيبه بزاف، لانه لي تامبر في هذاك الوقت كانوا تاني يشرو ويبيعوا بهم، باسكو كل تامبر كان فيه ثمن وبري. ولكن سرعان ما حبست هاد العفسه ولي كوميرسون شغل ما ولاوش يديروا الثقه في لي تامبر، حبسوا المعامله تاع لي تامبر، تما ما تقدش تشري عليا عفسه وتعطيني تامبر مقابلها. بسرعه انا ما حبس كاع هادشي. وتماك جاكوب عاود تلاقى مع بالدوين وارثر، واقترح عليهم فكره جديده اللي هي تزور دراهم ولا المال. بالدوين جاي دم حامي قبل ديريكت وفرح وقال لها هيا نبدو فيها. ولكن ارثر شغل جابت شويه خمم بعقله بيان، كان على باله بلي صعيبه بزاف، وارثر ما بغاش، قال لها بلي احنا في البدايه كنا نديرو شويه لي تامبر وما كانش فيهم ريسك كبير،
وسهلين على الدراهم باش ديرهم، ولكن الدراهم صعب بزاف باش ديرهم وفيهم ريسك كبير. تما انا راني اوت على هذا البروجي وما نخدمش معاكم. من موراها بالدوين قاعد غير يسي يقنع آرتور صاحبه باش يصدم معاه في هاد المغامرة الخطيرة والواعرة بزاف. هضر له على شعال من النقطة وقال له باللي احنا ما غايديروا هاد العفسة مشي على خاطش احنا خيان ولا ديزيسكرو. قال له الهدف تاعنا هو نبينو ونورو المهارة تاعنا وشانا عرفو نديرو للعالم ونمركو تاريخ ونسيو نخدمو الفوبي المثالي اللي من موراه ما تقدرش تدير خير منه، ونديروها كتحدي لينا باش ما منطوروا في المهارة تاعنا وفي الفن تاعنا. قال له زيد النقطة الزاوجة، احنا حياتنا وحنا نخدمو وحياتنا وحنا نتعبو، ولكن جامي ما درنا دراهم وجامي ما عايشنا العائلة تاعنا، وغادي نقعدو هكا حتى لي نكبرو ونشبنو نطبعو بزاف دراهم باش ندو روترات تاعنا صغار ونبروفيتو بهاد الحياة. قال له زيد، نهار اللي نكرهو حنا اللي نتحكمو وين تنحبسو ونحبسو وقت ما نبغو. تمك آرتور تقنع بالفكرة وقال له فازي نصدم معاك. من موراها حبسوا من لاتولي اللي كانوا يخدموا فيه تاع هذاك السيد اللي كانوا خدامين عنده، وجاكوبز قال لهم نروحوا لنيويورك. تمك شرا لهم اتولي تاعهم، خدم لهم اتولي ليهم ومول لهم كل شيء كاع المشروع. والفكره هي كانت يخدموا خدمتهم نورمال كما كانوا بكري شوله في الاتولي تاعهم، ولكن في الليل يبدوا يخدموا على الفوبي. ومين كانوا شايعين بزاف في فيلادلفيا، فيلادلفيا جاي غير حدا نيويورك، سما عاودوا رجعوا لي كليون تاعهم ديريكت ما طولوش. وباش يخدموا هذوك لي فوبي كان يلق لهم ماتيريال، ولكن حتى حد ما فاق لهم على خاطش الماتيريال باش يطبعوا به دراهم ولا باش يطبعوا به في الخدمه تاعهم غير هو. سما مي كانوا يسلعوا ما كانش لي كان يتوسوس لهم. من بداو يطبقوا الفكره تاعهم وبداو يخدموا دراهم، واجهوا ولا لقاو مشكل كبير اللي فريناهم وحبسهم، اللي هو الاوراق ولا الوراقي. لانه في هاد الصوالح لازم تعرفوا بلي اهم حاجه هي ماشي لونكر ولا دقه الرسم، هي الوراقي ونوعيه الوراقي. وهاد النوع تاع الوراقي تلقاه غير عند الدوله، سي نورمال حاجه محميه يخدموا بها الدراهم، ابار الدوله ما تلقاش برا وما تعرفش لا روسيت كيفاش تخدمه. سياو يخدموه بالقطن ولاو يجبدوا صوالح من راسهم ولكن ما نجحوش، وسياو يغسلوا الاوراق النقديه تاع بصح بالجافيل باش زعما يقلعوا كاع لونكر، ولكن غسلوها شحال من الخطره لونكر 10% منه بقات كاينه ما تروحش. وكانوا يخدموا لي فوبي بالاوراق تاعهم. جاكوب كان مقتنع وكان فرحان بالريزولتا، كان يقول لهم ريزولتا الشباب وراني شير وعلى بالي شاني نقول. ولكن هما زوج قالوا له ما تنساش باللي على باز الفكره هي انه نخدموا افضل فوبي ممكن، ماشي بي اللي انت تقبل به ويرديك. وجاكوب تما بدا يتنرفا وبدا يزعف باسكو كان يخسر بزاف دراهم والوقت. حتى بالدوين جات فكرة جهنمية. الفكرة هي أنه سيفري كما قالوا في البداية يغسلوا بالجافيل هذاك البي الماكسيموم حتى يولي 10% باقي تاع لونك. بعد شي يديروا هذاك البي يحلوه في الوسط ويقسموه على زوج، سما يولي عندنا زوج تاع لي بي، جهة بيضة جهة أونكر 10%، الزوجة كيف كيف جهة بيضة جهة أونكر 10%، ويقلبوهم يديروا الجهة تاع لونكر في الوسط والجهة البويدين على برا ويلصقوا البي. سما يولي هذاك البي 10% تاع لونكر الداخل ما تبانش بزاف، مبلعين عليها بالكولا وعلى برا ورقه بيضه. وقالوا ما كنكونوا نجحنا، واستعملوا واحد الاله شراوها باش يشوفوا لها الطريقه مليحه ولا لا. وهذا كان الامل تاعهم الوحيد والاخير. ولكن كان كاين مشكله، كيفاش يلصقوا هذوك زوج وراقي مور ما البي قسموه وقلبوه وعاودوا لصقوه باش يلصقوه؟ شا هي العفسه اللي ما غاديش تخرج على برا وتلصق 100% وتولي تبان بي؟ صعيبه خاوتي. تما كانت خاصتهم كولا اللي ما تقساش باش البي ما يوليش كي الكرتون وما يطرطقش ولا يتقطع، يقعد يبان بي ينطوى وتلعب به كيما تبغي. وبالدوين قالهم نستعملوا الماء ونديروا فيه الفارينة تاع الروز. وعلى بالي يجيكم واحد السؤال تقولوا لي باللي وراه الفائدة من البيغي هو يقسموه ويدوروه يعاودوا يقولوه يعاودوا يكتبوا فيه دراهم. ديجا هو كان فيه دراهم بي واحد تما ما ربحوش فائدة. لازم تفهموا بلي في هذاك الوقت بي تاع واحد دولار وبي تاع 100 دولار عندهم طاي واحدة مقياس واحد 100%. تما تخيلوا يقضبوا كاع لي بي تاع واحد دولار يقسموهم في الوسط يدوروهم يديروهم الجهة البيضاء ويامبريمو فيهم 100 دولار، يربحوا 99 دولار في كل بي. وهنا بدات العملية الشيطانية تاعهم. كما قلنا لكم آرتور وبالدوين حكموا هذوك زوج وراقي لزقوهم بالماء اللي فيهم الفارينة تاع الروز، داروها في لابريس وخلاوها تبات كاع الليل باش تلزق غاية. الغدوة من جاو امبريمو فيها 100 دولار وخلاوها تنشف، ومن موراها حكموها نخلعوا في النتيجة. خدموا فوبي تاع بصح، فري فوبي الورق تاع بصح لونكر 100% هو، ما كاش ديفيرونس بينه وبين بي
تاع بصح، ولكن دروك باقي لهم يتستوها. كان يليق يديروا ان تيست لهذا البي وما كانوش باغين يتستوا عند حانوت، ولا لانه حانوت ما غاديش يرو ماركي ديفيرونس، هما ما رو ماركاوش ديفيرونس، كانوا باغين يشوفوا في البنك الى تفوت. دخلوا للبنك وبغاو يصرفوا هذاك البي تاع 100 دولار الى 100 قطعه تاع 1 دولار. وعلاه 100 قطعه تاع 1 دولار؟ باش يعاودوا العمليه من بعد. ويليق تعرفوا خوتي باللي 100 دولار تاع داك الوقت هي غير كيما 3500 دولار تاع دروك، سما قيمتها طالعه بزاف. والعفسه اللي بيزار هي تيست نجح، هذاك العامل تاع البنك ما رماركا والو، فاتت كشغل ما كان والو، مع انه هذاك العامل تاع البنك بالسيف عليه يدير واحد لي تيست البي باش يديهم، ولا قبل ما يديهم، لانه داك الوقت ما كانوش كاينين الات ولا ماشينات باش يفيري فيهم. سما كان يلق له يشوف فلا لومب ويفوتهم على واحد الحفايس يخرمط فيهم، ولا مش عارف واحد ستيلو سبيسيال اللي ينتمحى كل شيء تريقل. هذاك ستيلو لو كان يسي في ورقه نورمال ما يتمحاش. سما هاد البي فوت ولا نجح في كاع لي تيست اللي يديروهم لي بي تاع بصح، دونك يعني هاد البي هو بي تاع بصح. من موراها صرف لهم البي تاعهم وعطاهم 100 ورقه تاع 1 دولار، هذوك 100 ورقه عاودوا العمليه بيهم وعاودوا صرفوهم وقعدوا غير هكا، حتى في الاخير لقاو رواحهم عندهم 10000 دولار. ثم غيب هذه العملية لحقوا 10000 دولار، في الأول قلعوا بواحد دولار. جاكوبز ادى 50%، وصحابنا آرتور وبالدوين داو 50% اللي بقات، واللي معناتها داو 5000 دولار، واللي تعني داو 2500 دولار للواحد. هي تبان قليلة، ولكن نعاود نقولها لكم، 2500 دولار تاع ذاك الوقت هي 90000 دولار تاع دروك. من موراها ما نضيعوش وقتهم، راحوا انفيستاو في شركات وداروا دراهم ونجحوا. راني غير زعق، راحوا يسهروا ويحتفلوا، فوالا باينه ياكلوا دراهمهم. راحوا احتفلوا سهروا سافروا البلدان، خلطوها خوتي ولمده اسابيع، شغل صاي دورو ترات، ماشي بوز، ماشي احتفلوا، دورو ترات. ولكن بينما هما راهم يحتفلوا كاينه عفسه ما كانش على بالهم بها. العفسه هي بين كاع الوراق اللي خدموهم تاع 100 دولار كان كاين بي واحد كان فيه ديفو صغير. الا تعرفوا باللي لي بي تاع 100 دولار تاع داك الوقت كان فيهم واحد الكاشي احمر مدور، في داك البي اللي فيه الديفو كان شويه حايل شويه كلير غير شويه، اي واحد ما يرماركيهاش. ولكن داك البي طاح في يدين تاع واحد حياته كومبلي مع لي بي هادو تاع 100 دولار، غي شافه دخلها الشك. هو شادر باله باللي بيتع بالصح، دونك باش يتأكد طلعه المكتب الفحوصات ومور لي زاناليز. كاين اللي قالوا باللي هذا فوبي، هذا بي مشي تع بالصح، وكاين اللي قالوا باللي هذا بي حقيقي ولكن فيه خطأ مطبعي، بالك لونكر في ديك دقيقة حال، بالك شغل مشي زعما عفسة اللي تخاف عليها، ما قدروش يخرجوا في كلمة واحدة. وتما قالوا باللي كان غير طريقة واحدة باش نعرفوا إلا هذا فوبي ولا لا، واللي هي نغسلوا البي. هما كانوا يستعملوا واحد لونكر سبيسيال، قالوا بلي نغسلوه بالمحامي وجافيل، الا لونكر طار كاع معناتها فوبي، ولا طار ولكن ماشي كاع بقات ديك 10% معناتها طاح بالصح. الاخصائيين حكموا الورقه تاع 100 دولار هذيك وغسلوها، المشكله انه غير غسلوا هذاك البي نتحل على زوج ديريكت بالمحامي، تما كي نتحل على زوج نخلعوا، رفضوا البي ليمن، رفضوا البي ليمن، لقاو 10% تاع لونكر تاع 1 دولار من الداخل. تمك راحوا ديريكت خبروا رئيس المخابرات السريه اللي سموه ويليام هازن، لانه المخابرات السريه مرتبطه ديريكت بمكتب الكنز الامريكي، والحكايه وصلت حتى للرئيس، وبداو في لي ريشيرش تاعهم. ولكن خاوتين خمو لوجيك مودروك شويه، لو كان تلقيت البي هذا مكسوم وفيه منا وفيه منا، كيش غادي توصل لي دارو؟ امبوسيبل. كاش كيفاش توصل لهم؟ كشغل ما كان والو، سيرتو في هذاك الوقت ما كانش تراس تديك للناس اللي خدموها، ما كان والو. تما بعد اسابيع واسابيع هما يحوسوا صدموا في حيط، عرفوا باللي راه كاينه عفسه راهي تدور، بصح ما عرفوش شكون راه دايرها. وصحابنا راهم بروفيتين بحياتهم وبالفاكونس تاعهم، ما تامنوش عقلكم. حتى جا نهار وين ليمان جونسون رئيس الكنز الامريكي امرهم بعفسه اللي غادي تبدل بزاف صوالح، قال لهم البي تاع 100 دولار ينقلع من المارشي تاع امريكان، من السوق الامريكي ما كانش. كيما كان الحال داروا عليه وقلعوا 26 مليون دولار تاع لي بي تاع 100 دولار. وهاد الحكايه دارت بوز كبير في ذاك الوقت، سمعوا بها كاع الناس في التراب الوطني تاع امريكان، منهم شكون لي تروا موسكوتير تاعنا جاكوب ادوارد وبالدوين. وتماك ديسيدو باش يخزنوا لي بلاك تاعهم الزوج، وحده من وحده من شهما لي بلاك، شغل فيهم مرسومه نيشان 100 دولار كيفاش دايره باش هي اللي تلصق في الورقه وتامبريمي لهم. دونك ديسيدو باش يخزنوهم
اونكا وكاش ما يصرا ما عندهم والو. ولكن راحوا عند صاحبنا جاكوب قالوا له اسمع ها كاينه حاجه جديده، راه كاين جديد، رانا طورنا واحد الطريقه كيفاش انه الدراهم ما يزيدوش ينقسموا على زوج. شكون كاني زعما الاخرين في المكافحه يضربوا حدهم والشاشره منا يقابلوا حدهم يعني حرب ديريكت. قالوا له الطريقه غير هي ولكن فيها اضافه صغيره، مور ما نغسلوها بالجافيل ما نقسموهاش على زوج، نخلو البي كيما راه ونزيدوا فوقه لاسيد، نحطوا بزاف وراقي تاع دراهم فيهم لاسيد، تما كي يولو يولو كي البات يخلطوها مليح ويعاودوا يقدبوا واحد لاباريك شغل اللي تقدب لهم الفورما تاع البي تاع 100 دولار نيشان ويديروا لها الشكل تاعهم بعد ينشفوها تعاود تولي بي، تما باش تفهموا بيان. موراها شغل هذيك 10% اللي كانت كاينه تاع لونكر تتخلط تتحلل كاع ما تقدبهاش ما تشوفهاش نيشان على جال لاسيد وعلى جال انه خلطوها بزاف وردوها بات كبيره منها يخدموا لي بي تاعهم وموراها يامبريم. وهذه الخطره تالمو بيرفكسيوني وخدمتهم تالمو العمليه بارفيت ما كانش فرق بين الفوبي تاعهم وبين البي تاع الدوله تاع امريكا، 0% فرق. صاي راهم شيوخه تاع الفوبي. هما كانوا حاسبين باللي سيبون هربوا من زمان ولقاو الحل، لقاو الجليتش كما يقول لك، ولكن في نفس الوقت صرات عفسه اللي ما على بالهمش بيها واللي رايحه تبدل المستقبل تاعهم. تم استبدال ويليام هازن رئيس المخابرات السريه وجا في بلاصته جن واحد تاع لوب واللي سموه جون ويلكي، راجل داكي بزاف كونن في الحقيقه. ديريكت عرف باللي هاد الخدمه تاع التزوير تاع المال ماشي اي واحد يقدر يديرها وسورتو بهالطريقه، هذاك شغل ماشي واحد اماتور عنده ماشينه صغيره في الدار ولا، قال باللي هادو عندهم سنين هما يخدموا في الدومين وعندهم مواشين كبار بزاف وفري يحصلها وزيد ماشي واحد راهم ايكيب. حكموا كاع دوك الوراقي اللي لموهم، باسكو قلنا لكم باللي مين فاقوا باللي كاين التزوير راه يدور، لموا كاع لي بي تاع 100 دولار ولكن ما لموهمش في بلاصه واحده، ثم كل ولايه تاع الولايات المتحده الامريكيه لمت بيته واحد وكاع امرهم باش يديروا دي تيست. شاو لهاد التيست يغطسوهم في المحامي ويغسلوهم وشافوا باللي كاين بزاف لي فوبيي من جهه فيلادلفيا ونيويورك. راح لهادو زوج ولايات وفي هادو زوج ولايات عند كل مطبعه اللي تطبع الوراقي حط واحد جاسوس يراقبهم 24 على 24 ساعه، ومن بين كاع هادوك المحلات تاع الطباعه كاين واحد جلب الانتباه تاع الجاسوس تاعه موالينه، مع انه يخدموا في حانوت تاع طباعه نورمالمون خلصتهم غيتم، ولكن يصرفوا بزاف يشرو بزاف ويسهروا بزاف ويلبسوا غايه وشغل عندهم كيما نقولوا حنا باين واحد يبيع كارانتي كاش ولا عنده لامبورغيني شغل. وزاد روماركا باللي يشرو بزاف ادوات تاع الطباعه اكثر من اللازم واكثر من اللي يسحقوا، يشرو بزاف لونكر بزاف الوراقي هاد الحفايس بزاف الادوات مع انه ما يخدموش بهذا الكم الهائل اللي يشروه. وزيد العفسه اللي ردتهم يشكوا بزاف، العفسه اللي قاعد يقولوا باللي 99% هادو هما هادو الناس اللي يخدموا في هاد المحل تاع الطباعه يتعاملوا مع واحد وهذا الواحد معروف عند المخابرات السريه. شكون هذا؟ ويليام جاكوبز. وشكون هادو مالين الحانوت؟ راكم عرفتهم خوتي بالدوين وارثر، راهم فاقولهم ريت زاقات كما يقول لك، ولكن كان يليق غير عفسه باش تبروفي بلي هما صاي راه عندنا السوسبكت نيميرو 1 كما نقولوا حنا، ولكن لا بروف كان يليق لهم دليل. المخابرات كلفوا واحد سموه ويليام جي بيرنز، قالوا له دخل في المحل في الليل وخزن وشوف كش ما تلقى على الله. مين طاح الليل هرس تاقه ودخل. بون هي كان واحد الانيكدوت تقول باللي تلقى واحد الشير صغير يلعب بالبيسبول، قال له لو كان تهرس لي هذيك الثاقه قال له نعطيك الدراهم، قال له علاه لا ما نهرش هاد صوالح على جل دراهم، قال له بلي على خاطرش انا جاسوس وكاع وهادو خيان. مين قال لك كيما هاك هذاك الشير صغير هرس هذيك الثاقه ومين كبر ولا بوليسي. المهم مور اللي دخل في الليل نخلع تشوكك شغل ماشي زعما حوس ولا قلع صوالح، دخل نخلع تلاقى آلات تاع الطباعه تاع المال وبزاف دراهم وسيرتو اوراق تاع 100 دولار كوما تاع 100 دولار. وبالك نقولوا زعما اسيدي هادو عندهم بزاف دراهم خلاو دراهمهم تاع 100 دولار في الارض هكا، تلاقاهم منشورين ينشفوا شاصاي شبا يدير شبا يتكذب، ولكن كاع هاكو ما لقاش اهم حاجه. شتو قاعد صوالح اهم حاجه ما لقاهاش شاهية لي بلاكيت تاع الطباعه هي اهم حاجه اللي لو كان يقضبهم صاي. ارثر وبالدوين كانوا في كل ما يكملوا الخدمه تاعهم كانوا يدوا لي بلاكات ويخزنوهم، ولكن كاع هكا وعندهم لي بروف بزاف باش يقدوا يحبسوهم ويدوهم للحبس. 19 افريل 1899 نهار اللي قضبوا فيه بالدوين وارثر
بلا ما قالوا لهم والو، بلا ما فهموهم بلا والو، وكانوا يحوسوا على لي بلاك لانه خاوتي بلا لي بلاك ما يقدروا يديروا والو، وينجموا حتى يعاودوا يطلقوهم براءه باسكو ما قدبوش البروف. هما ما كانش على بالهم بهذا الشيء وبهذه العفسه، ولكن كاع هكا وما هضروا والو ما عدا ارثر اللي كما قلنا لكم كان خواف وكان ضعيف عاطفيا، تما اي حاجه تاثر عليه قدبوه. شافوه لابوليس باللي ضعيف، ضغطوا عليه مليح، داروه بوطونه، قالوا له اسمع ارثر ريحتو حبيبي، شوف قلنا وراهم لي بلاك ونوعدوك باللي غادي نقصوا لك الماكسيموم العقوبات الى ادنى حد، غير قلنا وراهم لي بلاك. سافني سافني هدر تندم لو كنلقوهم حنا واحد ناض ضاغط عليك. شات تختار تصوفي حياتك ولا تلعبها مع بالك بوالو؟ ها ولا تصوفي صحابك اللي بداو معك هاد البروجي؟ شات تختار؟ اختار يصوفي روحه، ولكن غلط ما عرفناش باللي دار غلطه حياته. كشف وحكى لهم وقال لهم وراهم لي بلاك، وهذه كانت أسوأ حاجة اللي دارها آرثر، وهما ما عرفوش بلي هذه أسوأ حاجة وبلي هذه غلطة كبيرة، حتى قال لهم الأفوكا تاعهم جون إل سامبول، قال لهم بلي هذه أسوأ حاجة درتوها غادي يصرى بزاف صوالح ماشي ملاح. قال لهم بقالنا حل واحد، ماشي باش ما تدخلوش الحبس، تدخلوا الحبس فيها فيها، ولكن باش نقص عليكم ونجنب عليكم السجن الفيدرالي تاع أتلونتا وتدخلوا الحبس تاع المدينة غير هنا قريب كالم. قال لهم شديروا اعترفوا باللي نتوما قد ما نلقوا كاش حل، وفي الشرع النكرو قولوا باللي كنا تحت الضغط، هدرنا وصاي وغلطنا، سامحونا سامحونا سامحونا. وتمك ارثر الخواف اللي دار كل شيء سقسى لافوكا، قال له مسيو لافوكا، قال له عندك بي تاع واحد دولار؟ لافوكا ما فهم والو اللي كانوا معاه خلعوه، قال له لا علاه؟ قال له ودي تمونكيت بغيت نشري كارو دخان كمي. لافوكا كان انسان ملاح، عطاهم 20 دولار بشي واحد دولار. بالدوين موراه سقساه، مور ما راح لافوكا سقسى ارثر، قال له علاه؟ قلت له عطيتني درام، اسك عندك فكرة ولا؟ قال لها اسمعني، قال لها وقيلة وقيلة عندي فكرة اللي تنجم ما بتسلكنا من الحبس. آرثر قال له غادي نخدمو الفوبي هنا الداخل في الحبس. بالدوين قال له ولكن ما عناش ماتيريال، كي غادي نديرو؟ قال له سهلة، قال له سيفري غادي تدينا بزاف وقت، ولكن نخدمو بالطريقة الأولى تاع نفرقو ليبي، وزيد هذه هي الطريقة اللي هما يعرفوها، طريقة جديدة تاع ندوبو ليبي ما يعرفوهاش. بالدوين قال له هو بصح كاع هكا ونسحقو شوية مينيموم تاع ماتيريال، بانس ولونكر، مين غادي نجيبوهم؟ آرثر قال له سهل الحل، نعرف الشيبانية تاعي. قال له باللي عندي الحاجة الشيبانية تاعي، باسكو ما كنتش نعرف ما قلت لكم الشيبانية تاعي، قال عندي الحاجة الأم تاعي جاية خشينة، جاية شوية سمينة، الله يبارك من تفخى الله يبارك، شغل اللي كي تلبس مونطو دس لك عفسة ولا ما دش غير كيف كيف، سمينة سمينة. قال له ساعة ساعة ميتو اللي تجي تشوفنا دخلناك عفسة، هذا بانسو، هذا خدمي، هذا أونكر، هذه حديدة، راك فاهم. والمشكلة سيكو ذاك الوقت السيكوريتي ما كانش كيما دروك سكانر وكاع، كان تدخل تفوت ما بيش كاع تفوت نور ما مكانش اللي يفيق لك. ومن بين الصوالح اللي دخلتهم هاد الام دخلت لي بي تاع 1 دولار، علاه 1 دولار مع انه عندهم بي تاع 20 دولار ديجا؟ دوك تفهموا خوتي، حكموا هادوك لي بي تاع 1 دولار، غسلوهم غايه وبيضوهم ونشفوهم، حلوهم على زوج مع انه ما عندهمش ماشينه، بكري كانت عندهم واحد الاله سبيسيال يستعملوها في المجال تاع الطب باش يحلوا، ولكن هاد الخطره حلوهم بيديهم، دي فوا كانوا يغلطوا، دي فوا كاين اللي كانوا يقطعوهم شويه، ولكن قلبوهم ولزقوهم ولا عندهم ورقه بارفيت بيضة واجدة للطباعة. ولكن المشكلة في الطباعة ما عندهمش امبريمونت، دروك امبريمونت كبيرة، تخيلوا خوتي ذاك الوقت، وما تقدش ام بالدوين دخلهم امبريمونت، امبوسيبل، سمينا صيفري شمشي كاميو. تماك بالدوين عاود جاته حتى هو فكرة واحدة اخرى، قال له مشي غير انت اللي تجيب لي زيدي مام انا، قال له انا فور في الميكانيك، صيفري انت فور في الرسم وكاع، ولكن انا ندبر راسي. قال له غادي نصنع اباري فوتو، غادي نصنع اباري فوتو تصور تاع بصح، نحكم واحد الكرتونه ولا واحد القابصه، ندير فيه واحد الثقبه وبالضو ندخلوا الداخل الورقه الخاويه، وفوقها نديروا واحد البابي سبيسيال اللي جابته الام تاعه بيان سور، وفوقهم يحطوا واحد لا جيلاتين ثاني سبيسيال، وفوق الجيلاتين يحطوا البي تاع 20 دولار، يحطوها في الشمس ويخلوها كاع النهار، الضوء تاع الشمس غادي امبريمي البي تاع 20 دولار في البي الابيض، ومين يكملوا يقلبوا البي الاول تاع 20 دولار والتحتاني الابيض باش يديروا الجهه الزاويه. العمليه صعيبه على بيها قعدوا عام وثلاث شهور باش داروها. ما خدموش بي واحد، خدموا شعال من الفوبي تاع 20 دولار بهذيك الطريقه عام وثلاث شهور وما يخدموا. موراها الام تاع بالدوين جات عندهم عطاوها لي فوبي هذوك تاع 20 دولار اللي خدموهم، وقالوا لها
روح يقسميهم في البنوك تاع فيلادلفيا. علاش هادشي؟ باش الشرطه يدخلها الشك وتقول باللي كملنا مع الفوبيه تاع 100 دولار كاين فوبيه تاع 20 دولار شهر صار. شكون هادو اللي مخدموه؟ ششرا من الحبس راهم مريقلين الامه. موراها الشبيبه تاعنا طلبوا باش يهضروا قدام بروكيرور على خاطرش باغين يعترفوا بصوالح جدد. بعد وقفوا عند البروكيرور ولافوكا تاعهم ورى البروكيرور هذاك الفوبيه تاع 20 دولار. بروكيرور حكمه دخله في محامي اوب نتحل على زوج. بروكيرور هنا تشوكا شوك تاع حياته وما فهمش كيفاش راهم في الحبس باش خدموها وشكون هادو كاين ما فهم والو. مور ما تشوك البروكيرور المحامي قاله باللي شوف الشبيبه عطاوكم لي بلاك تاع 100 دولار ولكن مازال عندهم لي بلاك تاع 20 دولار. هما راهم واجدين باش ينيغوسو ويعطوكم لي بلاك تاع 20 دولار ولكن مقابل انه تنقصوا لهم بزاف عوام من السجن تاعهم. البروكيرور خبر الخزينه ومور ما الخزينه حوسوا لقاو بزاف لي بي تاع 20 دولار يدوروا تمك. كانوا قريب يسلكوا وتفوت هاد العفسه ولكن نساو واحد الديتاي صغير. الاوراق النقديه اللي خدموهم كانوا كاع بنفس النيميرو تسيري على خاطش في الأصل كان عندهم بي واحد تعفان اللي عطاه لهم المحامي تاعهم في الأول. مي كانوا يخدموا لي بي تاع الصون كانوا حارزين رواحهم أشاك فوا يديروا نيميرو تسيري واحد آخر ما كانش قاع منه. لو كانت حوس هذاك نيميرو تسيري ما تلقاش ولا تلقى بي واحد آخر سما زوج كيف كيف عندهم نيميرو تسيري. ولكن هذه الخطرة لي بي قاع كومبلي قاع اللي خدموهم عندهم نيميرو تسيري واحد باسكو ما ينجموش يطلبوا الأفوكا تاعهم يعطيهم 10 تاع 20 دولار. وزيد رماركاو باللي الجودة كانت ناقصة بزاف بارابور لي بي تاع 100 دولار اللي كانوا كاينين من قبل. هذه تبروفي بلي ما نخدموش بطريقة واحدة لانه تامبريمي ولا تصور ماشي كيف كيف. وكيف يريفاو هذاك النيميرو تسيري تاع البي لقاو بلي هذاك البي من انطبع في الخزينة. ارتور وبالدوين كانوا ديجا في الحبس. هذه تعني بلي خدموا الفوبي مي كانوا في الحبس. ارتور وبالدوين سياو ينكروا قالوا لهم لا ما خدمنا ما درنا والو في الحبس ولكن قالوا لهم بلي كان غير نتوما اللي تعرفوا هذه الطريقة. ما كاش اللي يعرف يفرق بي على زوج ويا عكس ويأبريمي فيه كان غير توما. هما تماك اعترفوا بكلش ما عندهمش يديروا وقالوا لهم مام باللي هاد الفكرة في الأصل قاع كانت فكرة تاع جاكوبز. تما قالوا الدعوة غادي تكمل مال مكاش كيفاش غادي نسلكوا. ولكن توجور كان ولكن في هاد ليزيستوار ما فهمتش أنا. تالمو نخلعوا في المهارة تاعهم وفي الذكاء تاعهم قالوا باللي هاد الناس غادي يكون عاودوا ندخلوهم الحبس فترة طويلة غادي يعاودوا يسيو عفسة واحدة أخرى يعاودوا يلقوا خطة وكاع. وزيد ذاك الوقت كان كاين بزاف ترافيك قالوا باللي هادو نحطوهم في الحبس غادي حنا خاسرين نستعملوهم في المخابرات. قالوا لهم غادي تخدموا عنا ولكن ترافاي فورسي تخدم شاول في بلاصه ماك في الحبس تخدم شاول ما تخلص تخدموا عنا وتزيد تورونا كاع الاسرار تاع الطباعه وتاع كيفاش تكونتري لي فوبي وهاد الحفايس كيفاش تفيق بلي هذا فوبي وكاع وتعاونونا باش نزيدو نطلعوا المستوى تاع السيكوريتي تاع لي بي. وكاع هاد الشيء داروها باش لي بي تاعهم ما يتعاودوش تكوبيو بسهوله باسكو كانوا كاينين بزاف لي فوبي داك الوقت. قالوا لهم ولكن كاع حكم ما غاديش تخرجوا ديريكت زعما ماشي شغل زعما درتو بينا احنا الدوله هضر مع الدوله كومه ماشي كاع هاك. غادي هاد صوالح كاع ديروهم مور اللي تكملوا العوام تاعكم في الحبس غادي نقصوا لكم ماكسيموم فوتو عام غادي تزيدوا 6 سنين وتخرجوا وموراها تخدموا عنا. دروك نحكو لكم على مور ما فاتت هذيك 7 سنين وخرجوا من الحبس. بالدوين مات وما استمتعش بالخروج تاعه والحريه تاعه. وارتر عاودوا له يخدم في الطباعه ومات في 1952 مولاه 78 عام. وعمره ما عرف واحد السر انه المخابرات السريه كانت تتبع فيه حتى نهار اللي مات. كانوا خايفين الا يكذب وحدين وكشو اللي يعطيهم السر. والافوكا تاعهم في 1901 دخل الحبس ثاني مور اللي كان كومبليس معاهم وكان يتعامل بلي فوبي تاع 20 دولار ولكن ما طولش في الحبس وخرج سلك روحه. قال لهم اودي الدراهم يخلصتهم بال20 دولار تاع فوبي انا علاه خاطيني ما عندهم دراهم شو خلصوني بالفوبي سي نورمال. وهنا تكون كملت القصه تاعنا تاع لي طروا موسكوتير اللي قلبوا امريكان بلي فوبي. دونك هادي يا خاوتي جسبر تكونوا استمتعتوا جسبر تكونوا فوتوا وقيتها شابة. وكما راكم تشوفوا رانا نطولوا لكم في الفيديو هاد البيرو التالي. إلا عجبكم هاد الستيل وتبغوا بزاف هاد الستيل تاع الخيان وكاع خدمنا فيديو تاع واحدين خونوا مليار دولار أمريكي. أهوالي لكم باين تشوفوها طلوا في روحكم وتبقوا على خير.